من اهم الاسباب اللي تخلي عمليه نحت الجسم عمليه ناجحه وامنه في البدايه ان احنا نختار الحاله اللي فعلا محتاجه العمليه دي، وده بيكون غالبا في وزن طبيعي او قريب من الطبيعي. يعني ما ينفعش نجري لشخص عنده سمنه مفرطه، وكمان لازم يكون اللايف ستايل بتاع الشخص ده بنسبه كبيره صحيح كنظام غذائي ولعب رياضه علشان نضمن ان الدهون ما ترجعش تاني في وقت صغير بعد العملية. كمان مهم ان الفحوصات قبل العملية تكون مظبوطة وما يكونش فيه لخبطة في الضغط او السكر، التراكمي يكون مظبوط، ما يكونش فيه مشكلة في التحليل ده، والاشعاعات اللي بنعملها سواء الايكو على القلب او الاشعاعات بتاعت الصدر كويسة. كمان ما يكونش فيه امراض مزمنة تتعارض مع العملية، ولو فيه بنرجع للطبيب المختص اللي يقول لنا هل العملية هتكون امنة في الحالة الصحية دي ولا محتاجين ان احنا نأجلها او نظبط بعلاجات اخرى علشان نضمن ان الشخص ده ما يتعرضش لاي حاجة تكون فيها مخاطر عليه. كمان لازم الدكتور اللي بيجري العملية يكون حد متخصص وعنده خبرة كبيرة يقدر يجري العملية لأي حالة بتقنيات مختلفة بمنتهى الامان باحترافية، وكمان يستخدم التقنيات في محلها، مش ان احنا بنزود التقنيات دي علشان نرفع سعر العملية وخلاص. الاهم من كده ان العملية تجرى في مكان مجهز مش في عيادة، يعني بيكون حوالينا كل الامكانيات والتقنيات، ويكون كمان جنبنا فريق متخصص في التخدير حتى لو العملية تحت تخدير موضعي. لو الشخص حصل له هبوط او تعب او كان مشدود يقدر ان هو حتى اقل التدخلات زي مهدئ خفيف يقدر ان هو يقلل التوتر اللي ممكن الحالة تتعرض له. المتابعة بداية من اول الجلسات التدليك الليمفاوي اللي بتبدأ من يوم العملية، والمتابعة بعد العملية في متابعة الدرنقة، السوائل اللي بتتكون، والنتيجة اللي بتظهر تدريجيا خلال فترة الاسابيع ان التورم اللي بيكون موجود ده لازم نتابعه جيدا، ونتابع ان الشخص ماشي على المسار الصحيح والتعليمات السليمة. كل ده ينجح العملية ويخلي العملية ناجحة وآمنة.